ولرصد احتفالات عيد الميلاد ومظاهر البهجة نفتح عدة نوافذ مع مراسلينا، حيث ينضم إلينا سالي سالم من الكنيسة السريانية بشارع رمسيس، وكريم بيبرز من كنيسة القديسة تريزا للأقباط الكاثوليك بالشرابية، ورامي محمد من الكنيسة الأسقفية بالزمالك. البداية مع سالي. سالي، بعد التحية ضعينا في صورة المظاهر والاستعدادات وأشكال الاحتفالات لديك الآن. نعم، تحياتي لك محمد ولمشاهدينا الكرام، كل عام والشعب المصري بأكمله بألف خير. ونحن هنا نتابع من داخل أروقة كنيسة السيدة العذراء مريم السريانية في تحديدا حي غمرة بمحافظة القاهرة، احتفالات وصلوات قداس عيد الميلاد المجيد في هذا اليوم 24 ديسمبر، حيث تختلف الكنائس المسيحية في مصر في احتفالاتها بين التقويم الشرقي والتقويم الغربي. ففي هذا اليوم تحديدا وليلة 25 ديسمبر تحتفل هذه الكنيسة السريانية بعيد الميلاد المجيد وفقا للتقويم الغربي، وذلك إضافة إلى عدد من الكنائس كالأقباط الكاثوليك والأرمن والروم الأرثوذكس، وأيضا هذه الكنيسة السريانية في مصر. لو تحدثنا تحديدا عن تفاصيل هذا الاحتفال، فبدأ في 7 مساء استقبال المهنئين داخل هذه الكنيسة، وفي 8 تحديدا دقت الأجراس بكلمات الشكر والصلوات داخل هذه الكنيسة والترانيم المختلفة التي تستمر حتى هذه اللحظة تحديدا، وذلك برئاسة الربان الأب فيلوبوس عيسى كاهن هذه الكنيسة السريانية في مصر. والتفاصيل كثيرة داخل الأروقة، رسائل المحبة والصلوات التي تتم بعد صيام 10 أيام لأبناء الكنيسة السريانية في مصر، والتفاصيل المتعلقة بالكنائس الأخرى. فالكنيسة الأرثوذكسية تحتفل في 7 يناير وفقا للتقويم الشرقي. هذه الكنيسة كانت قد استعدت في وقت سابق بالأضواء وأشجار عيد الميلاد المجيد، وأيضا الأضواء المختلفة والشموع والنظافة العامة والإجراءات الاحترازية التي تمثلت هنا داخل أروقة هذه الكنيسة، وسط حالة من السعادة والبهجة من الكبار والصغار الأطفال الذين يحظون بهذه الصلوات وهذه الترانيم التي تتلى داخل أروقة هذه الكنيسة حتى هذه اللحظة تحديدا. بعد انتهاء هذه الصلوات وتحديد في 12 صباح هذا اليوم ينتهي صوم أبناء الكنيسة السريانية، إضافة إلى أبناء الكنائس المختلفة المسيحية في مصر والتي تحتفل وفقا للتقويم الغربي. ينتهي هذا الصوم ليبدأ أول أيام عيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر الجاري. والكلمة تعود إليك محمد مرة أخرى في الأستوديو. إذن هي أجواء من البهجة ورسائل من المحبة، هذه هي الأحوال والأجواء في الكنيسة السريانية بشارع رمسيس. ننتقل مع حضراتكم إلى كريم بيبرز، حيث الكنيسة القديسة تريزا للأقباط الكاثوليك. يعني كريم، بعد التحية صف لنا الأجواء لديك ومظاهر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، كل عام وكل المصريين بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد. هنا من الشرابية ربما رصدنا وجود الأهالي داخل الكنيسة احتفالا بعيد الميلاد المجيد، تصطحب الأهالي أولادهم إلى الكنيسة ليبدأوا صلوات هذا اليوم الهام جدا في حياة مسيحيو مصر، ولكن ربما بالأخص الكاثوليك. هذا التاريخ 25 ديسمبر أو ليلة 25 ديسمبر، حيث يحتفل الأهالي المصريين هنا بعيد الميلاد المجيد بالمجيء للكنيسة وبداية الصلوات التي تمتد لساعات في حقيقة الأمر، ولكن هذا وسط ابتسامات وبهجة وفرحة بين الأهالي داخل الكنيسة، وأيضا يبدأ الأطفال بالذهاب للكنيسة، وبعد الصلاة يتوجهون إلى المنازل ليجتمعوا. وهذه ربما الحالة دائما، حالة الفرحة والبهجة
اجتماع العائلات بعد الصلوات احتفالا بعيد الميلاد المجيد. نتحدث عن 25 من ديسمبر، وهو بالطبع يعني اليوم الذي يختلف عن التوقيت الشرقي، هناك التوقيت الغربي 25 من ديسمبر هنا الكنيسة الكاثوليكية، ولكن أيضا تختلف 13 يوما عن التوقيت الشرقي في 7 يناير هنا في مصر. وربما دائما ما يعود هذا الاختلاف لمدار السنة، حيث كان البابا غريغوري في عام في القرن 16 حيث اكتشفوا فرق الأيام والتوقيتات بين ربما التوقيت الشرقي والتوقيت الغربي، حيث كان في البداية 365 يوما وست ساعات، ثم تحول بعد ذلك 356 يوما وخمس ساعات وثمانية وأربعين دقيقة، مما وضع هذا الفارق 11 دقيقة تقريبا التي وصلت إلى 13 يوما ليكون هذا الاحتفال بهذه البهجة والفرحة في 25 من ديسمبر والاحتفال الآخر أيضا في 7 يناير. نقلة بسيطة بعد الصلوات داخل الكنيسة إلى المنازل وسط فرحة وبهجة بين العائلات كما ذكرنا، والآن عودة لكم مرة أخرى، وكل عام وكل المصريين بخير. شكرا لك كريم، وكل عام وكل المصريين بخير. هذه كانت الأجواء في كنيسة القديسة تريزا للأقباط الكاثوليك بالشرابية. نتحول أخيرا أو النافذة الأخيرة مع الزميل رامي محمد، وتحديدا حيث الكنيسة الأسقفية بالزمالك. رامي، بعد التحية، هي رسائل المحبة، مظاهر للبهجة يعيشها كل المصريين اليوم، ليس فقط المسيحيين، نتحدث عن المصريين جميعا. كيف هي الأجواء لديك بالكنيسة الأسقفية في الزمالك؟ تحياتي لك ولكل متابعينا. بالفعل كما تحدثت، يعني هي مظاهر بهجة ومحبة وسلام، وهي الرسالة أيضا من خلال قداس اليوم. عندما دقت الساعة 8 دقت معها أجراز الكنيسة هنا، كنيسة الأساقفة في بالزمالك. هذه الكنيسة التابعة لكاتدرائية جميع القديسين بمنطقة الزمالك، وانطلق معها قداس عيد الميلاد بالكثير من المظاهر المحبة والسلام والرسائل خاصة بالمحبة والسلام والود، وأن يعيش العالم أجمع في حالة من السلام. وهذه هي الرسائل والعناوين الهامة من رسائل قداس اليوم. ويمكن مع انطلاق الصلوات والقداس ترأس المطران دكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية التابع للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية. هذه الكنيسة ومع انطلاق القداس بها وترأس المطران دكتور سامي فوزي لهذا القداس، تحدث عن الكثير من الرسائل المحبة والسلام وعن الأخوة وأيضا عن الاتحاد بين الجميع. وكان قد سبق هذا القداس ويمكن سبق أيضا انطلاق الصلوات في حضور عدد كبير جدا من ضيوف الكنيسة وأيضا شعب الكنيسة، وأيضا زيارة مهمة جدا لكبار مسؤولي الدولة وممثلين أيضا لمؤسسات الدولة والأزهر والأوقاف، وأيضا عدد كبير من الضيوف من الشخصيات العامة. القداس اليوم تحدث حول الكثير من الرسائل التي يرغب جميع شعب الكنيسة اليوم من خلال حديثه مع عدد كبير من الجمهور والحضور عن المحبة والسلام والاستقرار والأمن للعالم أجمع، وأن القداس يأتي في توقيت مهم جدا لترابط بين الجميع وأن تكون مصر في أمن وأمان. وأيضا خلال انطلاق القداس كانت هناك عدد كبير من مظاهر البهجة، مظاهر السلام هنا بين الجميع، وأيضا أضواء الكريسماس كانت موجودة بجميع مواقع الكنيسة، وأيضا الجميع هنا كان في حالة من الابتهاج والفرحة بعيد الميلاد. عودة إليك مرة أخرى. شكرا لك رامي محمد من الكنيسة الأسقفية بالزمالك، والشكر موصول لشبكة مراسلينا من الكنيسة السريانية بشارع رمسيس سالي سالم، ومن كنيسة القديسة تريزا للأقباط الكاثوليك بالشرابية كريم بيبرز. كل عام وكل المصريين بخير.